الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى وحو إن فري حل قال قارو عبادة ده إنه عبادة ده وردنا حل قال تنا إنه رزق راتنا مركو إلهي قال لي تبارك وتعالى صلاة الجمعة ده إيه هدا إنه أفردنا الله وحو يريد تبارك وتعالى مؤمنين تيو هدين له آدم صلاة الجمعة ده آذان كي جمعة ده هداد مقشان قناع السيقى إيا بيع إيا شرها تشوشية كتك إلهي ذكري جي سنة آذى أدك دقا ذكري إلهي وصلاة إيا خطبة إيا عبادة دعي سوا أرين كاسا إذين خير بدن هداد أكتهين وحال لقدم بيسية صلاة دي مركز قدتان وآت ضميستان صلاة دي جمعة فاسعوا إلى ذكر الله فانتشروا في الأرض رولك كفافة كلا دريرة محان سمينا وابتغوا من فضل الله إلهي فضلك سنة رات سدى إلهي رزقي صدونتا أفرصو دادال كاد ليضح لكن رزق يا إسكالي الله يا بحين يا الله سيلو قهل يا فضل إلهي واحد وابتغوا من فضل الله رات سدبوا ألي لتبارك وتعالى هذا نوحا لقود دري إن بدن إلهي حصع بمعنى إذنكو قنع سنية إذنكو حمالنية إذنكو شقي سنية إذنكو رزقين رات سنية إلهي حسكي ساكة تقيدة أيد واحد تلمامي ساح معنى وين معاني وين به تلمامي سلاكي وحكم ذا وإن فريسا روح مؤمن كائن شقيستو إنو تبعضو إنو أرضو إنو وحرات سدو إلهي فلقي سرات حمالو قنعصو سمي بيرو أرض شقيسو حيث الماميسا عليسا كن نقنن دتك مجتمع عليسا كن نقنن خلقك إلهينا إنات ككافتون تيسكو دي حباهنن ككافتون لأن مركز تؤد خلقك أباها تواكو دليسنا يعني. مركز تؤد باهيدا هذا ربك حقي ربك حقي سأد جيسنا واد عزوبي واد شرفي هذا ما بكتب بضن يباهي بضن بوالس كنعها مركي سؤال شادو بضطو باهيدا هذا الأركو كي كتش على حتى وكنا عيا سيدا سدراديت ككافتون خلقك طلب إلهي رزقي جيس طلب وحو نبي قال له صلوات ربي وسلام عليه وصحابه دي سي قيمها بضن الله الله يا إن آد حركيه نقادتان او دور كي يبورها آدان او حابر سو قرتان او دبر كي نكسو قادان قاري ماها دبر كينين الحابدة كسو قادتان او آد واحد إبستان يا واحد بيلتان كرقتان يا واحد صدقيستان أيا وحيدين كخير بضان تهيئين الددك وحوي ديستان أما هيدين سيان أما هيدين ديدان حابدة سو قرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفا يا ميد قوة حلية ميد قرون حلية ميد وحلبة سو حماشة أرضى إلهي رزقي سواء قريت تبارك وتعالى وإذن سينيا وحو النبي صلى الله عليه وسلم كتر بيه صحابة دي سئيني عنان وحي قعنتو ضعي كوكس بدين وحلاشا ساسترا دي النبي صلى الله عليه وسلم الروح معنو عنتك كخير بدنو كفي عن وحي قعنتي سو صارت قعنت هذا وحد كسو صارت حو قاقية إذيت كاقة وحكفي عن عني ميسد وحكا خير بدن عني ميسد مركز النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله داود نبي الله أنبياء دي سكن بدوها نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قعنتي سوحو كسو صارو عوني جري
القرآن كنا نقول إنه شيء إنه بيرتك شقين شري يا بيرت إنه كشقين شري إلهي بيرت أُتش العيي مركزوك عشان يدروع يا آدم هو أُبه هي أبو كسمين شري كد ابن هلك سورة زقيس كسر ساري شري ومسألة إنك أنو بدل لي عي يعيب أنو بدل لي وتمال وتمالك هدو شقيس تو بيرت وحكسو صارت نبي محمد با أماني محاتك عيدين نبي إلهي أنبيادي سكمي دو شرف لبا كشقي سنجري محاد وقوطة كورتين دادكا كي دور سني إدادكا شحات كودة كنولا أكتين شرف بوكالي كي بيرتا تماني أمدنا أنفعي إساقونا كافتو ميينا أكتين واتا كوريني كان يأكل من عمل يده بل نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم نبي قال نسيده الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم نبي زكريا نوحو أهانتنا النجار نجار كوانينك الواحدة كشقي الواحدة كسمية فرشحنك الواحدة ابن آدم كوحياله أبهي الواحدة كسمية النجار ليد هذا هل كاسو النبي زكريا الرزقي سكسو سارنشري أو هل كاسو كشقي سنشري شقيسو قعنت هذا وحيسو صارتين عن حلاشة تاسا أوفي عن النبي محمد يري صلوات ربي وسلام عليه وحعيبة هذا هي الكرميلات كشقيسو حق يدي له أقونت يدي له بين آذن أدو بهات بين آذن إناد قعنت أوهرسو بين آذن إناد بريدو عليس كاقا إناد دادك لسارتو وعيب وانارين دين تينو دي ديوه ساس تردد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث قبيصة في صحيح مسلم وحليه قبيصة بريضة يتوكسيقو صدح الروح وحان أهين حرام بيكتاي صدح الروح بس يوبرنانتاي صدح ذا سيهين والروح ديمو بي أو ديمو بي مصلحة قوت داد اسكرد عسن بوه الشيسيي عليش كي بوقاتي مصالح دي الدناها أمدو ديما أقلي داد كواوي دي سنكرا إلا أوهلو ودين تيس كبحي كالباد نبي قوحي صلى الله عليه وسلم وانين هنتي لها أو حول لها أو مصيب حوله سكوب كهب ستوي باب إسي وحباين أوزو الرابي إلا أوحو نفت كعليو ونلوش كماريو كهليو أساقنا واللو أقوليه كصدحان نوانين فقر كهف سدي فقر هي مصيبة باهبة كهف ستي إلى صدح أهل كيس كم يدودتك وناكسن عقلي قلا أي كمر خاتي فرين ورنيكي هبلها عليس باكو دعي نيكي هبلها فقر هي فقر كهف سدي كان وأبنا انتهي إلى أباهي ذا كبح أبو النبي صلى الله عليه وسلم صدح ذا وحي كصو هري بريضة إيا سؤاش النبي صلى الله عليه وسلم قبيصو وحاران نينك عنا ينا حاران بو عنا يابو النبي قول صلوات رب السلام عليه وحاكم مقدمرك ومدي نبي او برايو كتر بيين يأيني وحصو صارت إنو اقو يران روحو إساقو كافتومو هدو بلشدا وح كتر يكرانا وح كبيريو إنو إساقو إسكو دا اقو يران إنو خلقية كمارمو لأن كلما باهيدا دا أد خلقية أبن ديكتو باهيدا دو دبول ميميزو نبينا نوح عليه الصلوات ربي والسلام عليه روحي فاقه يا فقري يا باهي كدعه او بني ادم كيا خلق لا هذا باهي دي سلم الدبولو روحي سمركي فقري يا باهي دو كدعه الهي لا هذا الله تبارك وتعالى وحو كدو يهي ان الرزق اكنه اما حسو دغدغو اما داهي باهي دي سوال الدبوليا لانه وحو لا هذا الله غني كا الله غني كا خزائنتي سبوحدو رحيم كا ادومدي سو مركي بريان وحي كبريان سيا ادوغنا وحا لا كنا وحو لا اادي مسكين ان وحبا دامين او كو قسليا او كو ماتسنيا او حقيريا او مخو اها يسيا اياد وح لا اادي سيداس درادت باهيدا دا لدبولي ماي ومساله دا موقته واقع مركات فيري سو ددك دورسدا اي وحوي ديسته كنول
iyadoo wax dan oo ku kalifaysay aysan jirin oo shaqo heli karaan oo xoog leeyihiin haddana shaqo ka dhigtay inay baryootamaan waxaad arkaysaa weligood iyo cimrigoodu baryadaasay ku nool yihiin weligood iyo la taajiri maayaan wax u dhigmi maayaan baahidoodu daboolmi mayso nabi maxamed baa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh baahidii baahi unbay u sii jiidi sababtu waxa weeye khalad buu galay khaladkan meeshaad la aaday ma jirto masaladu xoolaha dhankaad u doontay uma foofin meesha wax kaama jiraan rabbiga aad tabaaraka wa tacaala oo weydiiso intaad kaaftoomi kartana kaaftoon haddaadan ahayn dadkii loo baneeyey axmed iyo tirmidi waxay soo saareen nin baa u yimid cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu waarda ninku waa addoon sayidkiisiiba wuxuu kula heshiiyey haddaad xoolo intaa ii keento xor baa tahay mukaatab baa la yidhaahda waa midka qur-aanku kariimkii ina amray fakaatibuhum in calimtum fiihim khayran addoommada haddaad xoolo ku ogtiin inay wax iska bixin karaan heshiiskaa la gala si ay u xoroobaan kadibna ummaddii waxaa la amray wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum xoolaha ilaahay idin siiyey wax ka siiya si ay u xoroobaan nin noocaasoo kalaabaa cali u yimid markaasu wuxuu ku yidhi caliyow mukaatab baan ahay sayidkaygii baa ila heshiiyey wixiina waa iska bixin la ah icaawi igu kaalmee cali wuxuu ku yidhi warma ku baraa kelimooyin ereyooyin weedho nebi maxamed i baray sal allahu alayhi wasalam oo haddii aad qaadato ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ku haystaya culayska kaa qaadaya buur weyn dayn ah oo weliba dahab ah buur dahab oo dayn ah haddii lagugu leeyahay ducadaana aad ku ducaysato ilaahay baa kaa gudaya buu yidhi kelimaadkaa ma ku baraa haa buu yidhi ibar markaasuu u sheegay waxaad tidhaahdaa buu yidhi allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik waagninii bifadlika canman siwaak ilaahu xalaashaada igu kaafi oo xaaraantaada igaga kaafi waagninii bifadlika canman siwaaka fadligaagana ilaahow igu deeq yaa oo inta kaasoo hadhay iga deeq khalqigaaga ilaahow iga deeq ducadaasuu deeq uga dhigay ducadaasuuna xoolo uga dhigay nebi maxamed baa isaga laftiisana baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed ummaddan nebigeedii muxamed ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam kitaabkeeda qur-aanka tarbiya wuxuu siiyey addoonku inuu dhidido oo shaqaysto oo wax soo saaro kaaftoomo oo uusan cidna cuskanin cidna inuusan cuskanin allaahumma inay duruuf adagi qabsato mooye sida aan soo tilmaanay hadday daruuf adagi qabsato markaasi meesheeda wey markaasi waa loo baneeyey dadka kale waxaystana waxaa la amray kaa isagaa inay wax siiyaan wa fii amwaalihim xaqun macluumun lissaa'ili walmaxruum marba haddii buu yimid baahi keentay ku hor yimid dad waxaa jira aan shaqaysan karin dad waxaa jira curyaama ah dad waxaa jira naafo ah dad waxaa jira maskax ahaan dhiman dad waxaa jira muxuu ahay awood aan lahayn marmarka qaarkood baan shaqaba jirin kii shaqaysan lahaa duruufo noocaasoo kale markay yimaadaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu amrayaa dadka ha la caawiyo dadka su-aasha bal xadiid baa jira culimmada qaarkood ay xasan ku tilmaamayaan fii musnadi fii sunani abi daawuud oo nebigu leh sal allahu alayhi wasalam lisaa'ili xaqun wa in jaa'a calaa faras ninka wax weydiistay xaq buu leeyahay in la caawiyo xataa markuu imaanayo farasba ha ku yimaadee farasku gaadiidkii waagaasi ugu fiicnaa ee la fuulu ahaan jiray macnaha waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi oo kale xataa baabuurta adduunka ugu qaalisan isagoo sita hadduu yimaado oo hortiinna intuu yimaado iyo caawi ku yidhaahdo saa'il weeye xaq buu xoolahaaga ku leeyahay maadaama wejigiisii uu ku hor keenay ha qadinin taasi waa kii waxaystay iyo amarka la siinayo kan baahanna waxaa la leeyahay intaad kaaftoomi karta kaaftoon oo khalqiga ka kaaftoon wuxuu nebigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii kaaftooma ilaahay baa kaafiyaa
روحي استورنا إلهي بدورة تبارك وتعالى. وحن النبي جن ليه صلى الله عليه وآله وسلم بريدة يسؤاش يدورسجو ونبر الروح وتشجي سكوت فنا يا إلا إنه نن مضحى وحويدي سنة يموي لأن خزنة الدولة وح كتشرا يددوينها إسكال إنك مضحى ذيك عنتك وهي أنا إنك حق له وويدي سن كرا أما إنه ويدي استو شيء لجام مرمان أو مركز وكفر سن وعين موي لبذا وحان أهي النبي جوحي صلى الله عليه وسلم وراوع وتشجي سوقي سنة ساز دردد النبي جوحي صلى الله عليه وسلم ما لين تقيام هذا إنه إيمان دانه روح برياتن كحول كرا ذي إنه إيمان دون ما لين تقيام هذا أسوأ وتشجيسة عديرو هيلي بأوسن كقولين سوأ وتشجي دير مي لأن وتشجري وحب شرف بدل وحب إنك إله اللوجو سجودة يي حب إنك نوعها إن أتقلك كسيب تشرفتك قادو وحكرت لنا ليس ما لين تقيام هذا إن اعتماد هذا وتشي دير اللوجو فضيحي واسقوه ما كي هذا نباهني باهي ضروري هدا ينتشرين ككافتو شقيسو حماله تاني دين تاني ونفرسا إن هذا وحصو حبين وحصو صار لإن هذا نقطه أو مجتمعي يدلكي يدتكي وحكبيرية هذا العليس نقولني سكوتي لأن يرى تهي وتحق بعد لا تهي عقلي بقى إلهي كسيه شقين كوحي دون شقاد هلك الكشقي وحصو صار وحصو صار وغيرا النفط هذا كاف هش حاتمين عيب بينه تهي وأنا دقا خريبا أو خلدا dadka gacmahooda wax ku soo saarayna inaan dhaleecayno oo yasno mid ka shaxaatamay baryootamay baryootanka ku noolna inuu nin sharaf la noqdo waa waxyaalaha keenaya dibdhaca mujtamaa waa waxyaalaha keenaya dibdhaca dalka iyo dadka ki shaxaatamay dawrsanayna sharaf buulee gabadhiisa waa la guursan asagii waa la soo dhaweyn goobaha lagu soo dhaweyn waa nin sharaf loo magac leh ya baynama ki xamaalanayo kabta tolayay oo birta sameeyay oo mujtamaacu wuxuu u baahnaa soo saaray ayaa waxa la leeyahay waa midgaan waa tumaal waa yibir ya waa dad la yeeso waa dadan qiimo lahayn war maxay ku qiimo beena way idinka kaaftoomeene idinkiina waa idin anficaan ayagiina waa is anficaan mujtamaacina waxba u soo saareena maxay ku maxaa lagu yasay maxaa lagu haybsoocay maxaa lagu dulmiyay ya ninka mudan in la fogeeyo oo muxuu ahaay la yeeso oo wax loo sheego waa ninka bini aadamka dul saaran asagoo kari kara inuu kaaftoomo saasay shariicada inuu baraysaa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam quraankeena kariimka inaan noqono mujtamaac wax soo saaro wax soo saarna wuxuu leeyahay rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam su'aasha ruuxi xoola badsi ku raadinaya ruuxi baahi ayuu geysan meesheeda waa ruuxi xoola badsi ku raadinaya su'aasha iyo baryada wuxuu weydiisanayaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam dhuxul دخول بو ويديسانيا اما هبط صدو اما هيريستو دخول ناريد باد ويديسان وا حارن وي معرو اما بطسو اما يريسو سيداس دراديد معاني دا قيمها بدن بي دينتينو ان بريس وها عيب نوقتي اسكا بدا دد مسلمين ان اد وح ويديساتاي وها حدا مانتا ليابلي او عيب انو اه وجيغبخ انو اه مسلمين تي ودمدا غالدا تگه ان بدن او كمدا ايغو حمالن كرو شقيسن كرا حدنا ان عير كو نولادا نين حوق بدن وحمالن كرا وشقيسن كرا ايا وحد اركيسا عيالكيسي وحي عير كا قاتان هيئه د عير دبخيس مركاسا وحي نوقته ان نلا ليدو او نلا غو قسلو او مخو اهاي نلا يسو لانه وحي مجتمعات كا ايغا ددكا عير دقاتا اي قيمه اكتودا كمله نبي جينا الصلوات ربي والسلام عليه أرنت إذا أدب وجدجي وحال الربا حتى مسلم إسكندر حنوتش إذا قال إسكندر في مسلم وحوي دي سنين أدو ككاب تومي كراتي يقول قال حاجة جوعة قال حاجة بتشوعة سيدس دردة أمد وإني روح إسكت الشضاء وغيران وإنه نفتي سماريو عرورتي سي أهل كي سماريو مجتمع كله هدوس وحكو بيرين كرينين اللهم إنو دد كاس ظروف تخاص كالا يهي مويان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.